اهلا بيكم معانا في ليجندز تشيلدرن. احنا هنتعلم دلوقتي ازاي نعمل دروب داون. ايه هو الدروب داون؟ الدروب داون ان انا بيبقى عندي تكست كده، انا لما بحفر عليه بالماوس بيطلع لي منه كونتنت يعني اكبر من التكست نفسه اللي انا عملت عليه. ده مثلا لو انا بحفر على صوره فالصوره تبقى صغيره، لما هفر عليها تكبر يوريني مثال تاني للصوره بس اكبر. عندنا مثلا الليست اللي بتبقى من فوق، لما هفر على اي حاجه منهم ينزل لي منها دروب داون ليست كده بكل الاوبشنز اللي فوق. الدروب داون مساله مهمه قوي، ويعني تقريبا نقطه فعاله جدا في اي موقع بيتعمل، محتاجين نتعلم ازاي نستخدمها. احنا بنعمل ايه؟ انا عامله هنا تكست بوكس عادي، وبعدين الكونتنت اللي تحتيه دوت عامله ديف اهو، مدياله كلاس اسمه دروب داون. اوكي، الديف دوت فيه تكست اسمه ماوس اوفر مي، وبعدين تحتيه كلاس كونتنت تاني اسمه هالو ورلد. الكونتنت دوت حطاه جوه ديف، والديف جواه نادي على كلاس اسمه دروب داون كونتنت. الدروب داون حاجه والدروب داون كونتنت حاجه. فين قفلت الديف الصغيره والديف الكبيره؟ اوكي، طيب الدروب داون دوت بوزيشن ريلاتيف، يعني بوزيشن ريلاتيف للحاجه اللي هي جواها، يعني ريلاتيف معناها ان الاليمنت دوت بوزيشن بتاعه ريلاتيف بالنسبه للاليمنت الاكبر منه. فاحنا عندنا الاليمنت الاكبر من الدروب داون ايه؟ هو الصفحه نفسها اللي هي باديه من فوق، فخلاص بيحطها من بدايه الصفحه. الثري بتاعها انلاين بلوك. انلاين بلوك يعني زي ما احنا شرحنا قبل كده ان هو على نفس اللاين، بس هو معتبره كانه بلوك مع بعضه. يعني عموما دي مش نقطه مهمه قوي. النقطه الثانيه ان انا عندي الدروب داون كونتنت، اللي هو بقى ايه هو الدروب داون كونتنت؟ هنا فين الدروب داون كونتنت؟ هنا الديسبلاي بتاعه نون، اللي هو يعني معناه ان المحتوى ده مخفي، اللي هو انهي اللي هو الباراجراف هالو. اوكي، البوزيشن بتاعه ابسولوت، يعني ملوش دعوه بالاليمنت اللي قبليه، هو البوزيشن بتاعه هنا وهيفضل هنا. الباك جراوند كلر كذا، والمينيمم ويدث، مينيمم ويدث دي اللي هي خاصه زي عكس الماكسيمم ويدث، اللي هو لو انا كبرت الصفحه او صغرت الصفحه هو ليه ويدث معين. المينيمم ويدث بتاعه كذا، مديله 160 بكسل. بوكس شادو دي حاجه زي البوردر بس بيبقى ليها شادو من تحتها كده، بتعمل زي 3 دي افكت يعني. ودي بتاخد ايه؟ بتاخد 4 بارامترز اللي هم البوردر يعني من الجناب، واخد من التوب 0 بكسل، مش واخد حاجه، واخد من اليمين 8 بكسل، ومن تحت 16 بكسل، ومن الشمال 0 بكسل. وبعدين ال RGBA ده اللي هو ايه اللون بتاعه. دي طريقه تعبير عن اللون مختلفه عن اللي احنا متعودين عليه. احنا كنا بنكتب اسم اللون او كنا بنكتب بالهاش، وبعدين بنحط ايه هيكسا ريبريزنتيشن. هنا هو معبر عنها بال باربع كومباينيشن كده ما بين الريد والجرين والبلو، وفي قيمه كده بتبقى ايه. المهم يعني ان الريبريزنتيشن ده انا بس حبيت اقدمه لكم يعني كشكل مختلف عن الالوان. هو الالوان في السي اس اس يعني امر واسع قوي، ومحتاج يعني شرح لوحديه كده، شابتر كامل نقعد نشرح فيه. بس بشكل عام يعني احنا لما نحب نعبر عن لون احنا بندور على الهيكسا ريبريزنتيشن بتاعه اونلاين وبنحطه كوبي بيست، بس مش اكتر من كده. البادنج، عامل بادنج من فوق من تحت، زد اندكس اللي هو بيخلي الحاجه تبقى اول حاجه ظاهره، اللي هو يعني ده كده اللي هو اعلى اليمنت في الصوره يعني بمعنى اصح. وطبعا الزد اندكس ده ما اقدرش اعمله من غير بوزيشن ابسولوت. طيب لما بعمل دروب داون هوفر، شايفين انا بعمل دروب داون هوفر اللي هو عملت هوفر على البلوك كده. اوكي، عشان كده انا عامله له ديسبلاي ان لاين بلوك، انا معتبره الكلام كله من اوله لاخره كده بلوك على بعضه، فانا بهوفر من اي حته منه بايه بيظهر لي القايمه دي. لما بدروب داون هوفر ما بيحصل دوت، بنده على الكلاس بتاع دروب داون كونتنت، وبعدين جوه هنا بقول ايه الديسبلاي بيتنقل من نون لبلوك. ساعتها بقى يعني هو بيبتدي بقى ايه يتغير القيمه دي، فبالتالي بيظهر لي بقيه الحاجات اللي انا
عاملاها قبل كده، كل ده كان مخفي. اول ما انا عملت هافرينج ظهر اهو، ادي الشادو اللي انا عاملاه، البوكس شادو ظاهر اهو الايفكت بتاعه، والبادنج من فوق ومن تحت 12 و16 زي ما انتم شايفين، يعني 12 من فوق و16 من الجناب. اوكي، وبعدين الزيت اندكس برضو مش ظاهرة قوي بس مش مشكلة. ده ببساطة الدروب داون، بس ده امر يعني ايه، ده مش يعني ده بيزك دروب داون، ده ابسط حاجة في الدروب داون. تعالوا نتنقل على الدروب داون اللي بعد. الدروب داون اللي بعديه هو طويل شوية اهو. انا عندي دروب داون لينك وعاملة واحد ليفت وواحد رايت، او اسفه دروب داون منيو. انا عاملاهم ازاي هنا؟ الدروب داون هنا دي كده معبره عنها بليست. انا الحاجات دي كلها مكتوبه قبل الفيديو عشان توفيرا للوقت، لان شايفين الفايل كبير قوي. اول حاجه انا عملت هنا ديف، وبعدين جوه الديف عملت 3 لينكس، ولينك 1 ولينك 2 ولينك 3، وبعدين قفلت الديف بتاع اللينكات. وهنا ده الديف الكونتينر بقى بتاع اللينكس، هو جواه باتون اللي هو اسمه دروب داون ليفت اهو ده. فعامله الباتون وحطاه في كلاس دروب باتون، وبالنسبه للثلاث لينكات دول حطاهم في كلاس دروب داون كونتنت. اوكي، عامله للدروب داون كونتنت الديف دوت، عامله له ستايل ليفت، ليفت ايكوال دي. عشان ايه؟ عشان يظهر في الليفت. احنا هنيجي هنا هنلاقي ان ده يعني ده بادئ من الشمال لليمين، وده بادئ من اليمين للشمال، لان ده لو كان ظهر زيه زي اللي هنا، شايفين هنا بداية الليفت دي تحت بداية الباتون بالظبط، وهنا العكس، بداية الليست من اليمين تحت بداية الباتون. لو كنا عكسنا، لو كنا قصدي عملنا ايه، هنبتدي هنا الشمال بتاع الليست نفس الشمال بتاع الباتون، كان الليست دي هتتزح كده، هتخش في اخر الصفحة، مش هتبقى aligned يعني. فانا عملت ايه، خليت ان ده يبقى الليفت بتاعه بصفر، وخليت ان ده يبقى الرايت بتاعه بصفر هنا جنبيه على طول. حد ليه؟ لان هما الاثنين بيندهوا على دروب داون كونتنت، ماشي، وهما الاثنين هيتعمل عليهم هافرنج. طب انا هخلي بقى الهافرنج يعمل الليفت بزيرو ولا الرايت بزيرو؟ طب ما انا مش عارفه هو الماوس بيهافر على انهي واحد. فخليت الستايلنج جنبيه على طول، انا عارفه هنا ان انا هنا جوه الليفت باتون، وانا عارفه هنا ان انا جوه الرايت باتون، فبنده على الليفت والرايت بناء على المكان جوه الاتش تي ام ال نفسها. هنطلع بقى نشوف. احنا عندنا كونتينر لكل الباتون والليست مع بعض اسمه دروب داون، وعاملين له فلوت ليفت، والتاني عاملين له فلوت رايت. وبعدين الكلاس نفسه اسفه الباتون نفسه موجود جوه كلاس دروب باتون، وهنا الباتون التاني برضو جوه نفس الكلاس اسمه دروب باتون، حتى عشان كده الشكل بتاع الباتون واحد، ولما بهفر عليه الباك جراوند بيبقى واحد، واللون بتاع الكلام وايت برضو واحد. فالاثنين التو باتونز دول موجودين جوه كلاس دروب باتون. بالنسبه للليست هنا الاثنين دول موجودين جوه دروب داون كونتنت، هنا وهنا، ماشي. يبقى الستايلنج بتاع الليست ده هو نفس الستايلنج بتاع الليست ده، نفس الستايلنج بتاع الباتون هو نفس الستايلنج بتاع الباتون. الاثنين جوه كلاس اسمه دروب داون اهو، ده الكونتينر بتاع الباتون والليست، وده الكونتينر بتاع الباتون والليست، تمام. الكلاس دوت معمول له فلوت ليفت عشان يبقى في ليفت بتاع الصفحه، وده معمول له فلوت رايت عشان يبقى في رايت بتاع الصفحه. ده معمول له ليفت ايكوال زيرو، الليست دي معمولها ليفت ايكوال زيرو عشان تبقى في محاذاه مع الباتون، وده بالعكس عشان تبقى في محاذاه برضو بتاع الباتون. حد يجي يقول طيب ليه ما عملتش دي فلوت ليفت برضو زيها؟ دي تأثيرها مختلف عن دي، يعني مش هتبقى نفس الإفكت بالظبط،
خصوصا لما اكبر صفحه صفرة، فكان الافضل ان اخلي ليفت ورايت بزيرو. تمام، تعالوا نطلع فوق. بالنسبه للدروب هنا نبتدي الاول دي اللي هي الدروب داون، موجوده هنا البوزيشن بتاعها ريلاتيف، وبعدين الديسبلاي بتاعها انلاين بلوك. تمام، بس دي حاجات يعني ايه اللي هي كلاسيكيات بحطها بشكل مباشر يعني. بعدين الباتون نفسه عامل له باك جراوند اللي هو ده كده الهيكس ريبريزنتيشن الجرين، وبعدين كلر وايت، والبادنج احنا عارفينه، والفونت سايز برضو عارفينه، وبوردر مفيش، كيرسر بوينتر. لما بقف دي بقى اتريبيوت احنا ما خدناهاش قبل كده، لما بقف على الباتون دوت بيعمل ايه؟ بيغير شكل الماوس بيخليه بوينتر. شكل الماوس موجود ليه اكتر من 16 فاليو، يعني لو انت عايز تغير شكل الماوس لحاجه معينه بتخش تدور الاسم بتاع الحاجه المعينه ده ايه وبتحطه هنا. هنا بقى يعني ده كان نوع من الايه اضافه الحاجات دي في وسط الشرح. بالنسبه للدروب داون كونتنت هو هيبقى تيبيكال نفس اللي احنا خدناه هنا، ده هيبقى هو الديسبلاي نان عشان يبقى مخفي، وطبعا البوزيشن والزد اندكس مع بعض. المينيمم ويتس والكالر بقى دي حاجات راجعه للذوق الشخصي، والبوكس شادو برضه عشان الليست بتاعتي يبقى ليها ال 3 دي افكت دوت. وبعدين بالنسبه للاي، الاي دي اللي هي ايه؟ اللي هي اللينك اللي هو الكلاس بتاع ايه اللي تابعه لدروب داون كونتنت. مالها؟ هنخلي الكالر بتاع اللينك بلاك وهديله بادج من فوق من تحت عشان كده تلاقي الحاجات دي مش لازقه في بعضها. وبعدين عاملها ديسبلاي بلوك، يعني ديسبلاي بلوك هو هنا معتبر السطر بالكامل اللينك ده بالكامل بلوك على بعضه. كونو بلوك بيخلي كل ايتم في الليست دي محطوط في سطر لوحده. لو انا شلت ان هو يبقى بلوك هتلاقي ان هو اصلا ما يتحطوش في سطر لوحدهم. يعني الفكره ان احنا عاملين الليست هنا مش في شكل ليست حقيقيه في HTML، لا محطوطه في شكل لينكس ورا بعض. فانا عشان اخلي اللينكس دي تتعرض كل سطر لوحده فانا لازم احط اكسبلسيت كده شرط يخلي كل حاجه تبقى لوحدها. فالشرط المره دي محطوط بشكل ايه؟ ان هو يبقى ديسبلاي بلوك. طيب انا ليه اصلا حطاهم على شكل لينكس؟ لان هي دي دروب داون منيو. الدروب داون منيو دي جزء فعال جدا في اي موقع، يعني تقريبا معظم المواقع بتطبقها ان هي بتعرض لك من فوق كده شويه اختيارات، وتحت كل اختيار منهم بتبقى نازل منها ليست، وكل ليست منها هي اختيار اصلا في نفسها، يعني لينك كده وادوس عليه واروح للصفحه دي. فبالتالي انا ما ينفعش احطهم على شكل ليست حقيقيه في HTML. HTML هتعمل لي ايتمز، مش هتعمل لي منهم حاجه هتبقى هايبر لينك، او اضطر ان انا احط لينك جوه الليست ايتم، يعني كل ليست يعني احط ليست ايتم يعني احط جواها لينك. فدي كده يعني تعقيد اضافي احنا مش محتاجينه. احنا محتاجين احنا نحط بس ايه الشكل بتاع الليست، لكن انا عملتها ازاي جوه ال HTML ده ما يشغلش اليوزر في حاجه. احنا كده خلصنا. هو مش باقي غير الجزئين دول. الجزء الاولاني بيقول ان انا لما بهفر على اللينك بتاع الليست دي بيخلي الباك جراوند كلر غامق شويه اللي هو ده F1 F1 F1. الجزء الثاني بيقول ان انا لما بهفر على الباتون هنا بيظهر الكونتنت الهيدن، بيحول الديسبلاي لبلوك بدل ما هو كان نان هنا في الدروب داون كونتنت، الكلاس بتاع الدروب داون كونتنت. الجزء الثالث هنا بيعمل ايه؟ هو بس لما انا بهافر على الباتون بيغير لون الباك جراوند بتاع الباتون. طيب ده الدروب داون منيو كده بالشكل دوت. الكود ده يعني معتاد جدا، وانا حتى في مواقع كبيره هنستخدم نفس الشكل ده من الكود، وهنعمل نفس كل حاجه مش هنغير اي حاجه الا يعني بعض الاضافات البسيطه. لكن ده كده البيزك كودينج بتاع الدروب داون منيو. ان انا بعمل ايه؟ بكتب الكونتنت بتاعي، عنوان المنيو، وبعدين الايتمز اللي تحتها، الايتمز اللي جوه المنيو نفسها، وبعدين ببتدي اضيف الكلاس بتاعتي،
فبيبقى فيه كلاس للعنوان المنيو، وبيبقى فيه كلاس للكونتنت بتاع المنيو، والكونتنت بتاع المنيو دي الكلاس بتاعها بيبقى هيدن لحد ما انا بظهره بناء على الهوفرنج او الكليك، سواء انا عملت ده او ده. الفلوتنج بقى والليفت ورايت والحاجات دي كلها امور شكليه، يعني اتحكم فيها فقط الشكل بتاع الموقع بتاعي. الالوان واختيارات الالوان والكلام ده كله برضو امور شكليه. الجزء ده اللي انا عايزه اوريه لكم ازاي ان انا ممكن اعمل دروب داون للصوره. الشكل دوت معتاد جدا برضو في المواقع، ان انا بيبقى عندي صوره مصغره لما بكليك عليها بيظهر لي صوره كبيره، خصوصا في مواقع السياحه لما بيبقى يعني ايه عارض لي صور كتير وبس كلهم حجم صغير لانهم محطوطين في نفس البلوك، يعني اروح انا واقفه على اي واحده فيهم يبتدي ايه يوريهم لي كده واحد ورا التاني بشكل مكبر شويه، بحيث ان انا يعني اقدر ابص على تفاصيل اكتر بدون ما اكون فتحت صفحه جديده، لان احنا عارفين ان يعني المواقع الحديثه احنا عندنا اليوزرز يوم عن يوم بيزدادوا كسلا، ما بيبقاش عايز يقعد يخش من صفحه لصفحه لصفحه، هو عايز كل حاجه قدامه وفي نفس الوقت مش عايز يحس ان الدنيا زحمه قدامه، فيعمل ايه؟ فبتدي نبتدع في اساليب توفر على اليوزر ان هو الدنيا تبقى كتيره، وفي نفس الوقت انا ما اخلتش باي حاجه من اللي موجود وما اختصرتش اختصار زائد عن المطلوب. انا هنا عملت ايه؟ عملت الكلام اللي هو مكتوب ده دروب داون ايمج، وبعدين عملت كلاس اسمه دروب داون هنا والفلوت بتاعه رايت دي عشان اخلي الصوره تظهر هنا، وبعدين حطيت الصوره والصوره دي في نفس المكان مع الصفحه ال HTML، عملت لها alternative يعني اللي بيظهر لو الصوره ما عرفش يحملها بيظهر لي الكلمه دي، يعني حاجه معبره عن الصوره اللي ايه مش عارفين نحملها، بس هي الالترناتيف ده ملوش اي لازمه لو الصوره اتحملت، يعني هما ما بيظهرش اصلا. عملنا لها ويدث وهايت، وبعدين جوه بعد ما عملنا الايمج اهي كده اللي هي الويدث وهايت ده، عملنا ديف كلاس اسمه دروب داون كونتنت اللي هو بيعمل ايه، اللي هو بيعرض الصوره بحجمها الاكبر شويه، يعني بنلاقي هنا 300 في 200، وطبعا المحتوى ده بيبقى مخفي لحد ما انا بعمل هافرنج على الصوره ايه الصغيره فيظهر لي الصوره الاكبر منها، وبعدين بيعرض تحتها ديسكريبشن، والديسكريبشن ده بيبقى بيوتيفول سينكترا دي اللي هي اسم المدينه اللي هي على البحر بالشكل دوت. تعالوا نبص على الستايلينج. طبعا احنا عندنا الجزء بتاع دروب داون ده اللي هو معروف بوزيشن ريلاتيف والديسبلاي ان لاين بلوك. الدروب داون كونتنت هو نفس الحاجات اللي هنا تيبيكال، ما اختلفناش في حاجه، لان هو بيعمل نان وابسوليوت في بوزيشن، والكالر بقى بتاع الباك جراوند المعتاد فرامق سنه اللي هو اللون اللي ورا شايفين اللي هو تحت الديسكريبشن ده كده، والويدث والرايت هنا انا عاملاه عشان يبقى محاذي مع الصوره هنا، وممكن اشيله، ممكن اشيل رايت دي واخليها تبقى تحت زي ما عملنا في الفايل ده، بس انا عملت هنا في الفايل ده زي ما قلت لكم عشان انا كان عندي تو ديف والاثنين بيندهوا على نفس الكلاس، فعملت يعني ايه اثناء ما انا بنده على الكلاس بنده على الليفت او الرايت. هنا انا ما عنديش تو كلاسز، قصدي ما عنديش تو ديف، فخلاص انا بحطها جوه الكلاس على طول. بعدين لما بعمل هافر بخلي الديسبلاي يبقى بدل ما هو يبقى نان يبقى بلوك، وبعدين في الديسكريبشن الديسكريبشن عامل بقى بادنج فوق وتحت وكده، وحاطط الكلمه في النص ده كده. الديسبلاي شفنا اهميته من ونسويتش ما بين الانلاين بلوك او البلوك او النان، وازاي نسويتش ما بينهم، ان انا بنده على اسم الكلاس وبدي نفس الاتريبيوت بديله قيمه تانية، فاعمل سويتش بقى ما بين الكونتين. وشفنا ازاي انا بقدر اخلق هنا مثلا، انا عملت بالفعل تاثير قوي بستايل عادي من السي اس اس يعني من غير اي انيميشن حتى ويعني حاجات قويه، مجموعه سطور من الكود عملت لي لينك ليست اوف لينكس.
الفيديو الجاي ان شاء الله هنعمل حاجة اسمها نافيجيشن بار، ودي عبارة عن الشكل ده بقى متكرر جنب بعضه.